أنا دكتورة ساندرا مكان، خبيرة تغذية، وزي أي بنت أنا مهتمة جداً بالشعر والضوافر والبشرة. عشان كده جاي أكلمكم النهاردة عن برودكت فرق معايا أنا شخصياً جداً، وهو السوبر كولاجين جينيتن. الكولاجين بيمثل 80% من البروتينات اللي موجودة في جسمنا عموماً، 30% من البروتينات اللي موجودة في بشرتنا وشعرنا وضوافرنا. مهم جداً إن إحنا ناخد بالنا إن عندنا نسبة كفاية من الكولاجين بناخدها كل يوم. الجينيبن بيدينا تقريباً 8.5 جرام من الكولاجين في اليوم. الجينيبن آمن استخدامه من سن 12 سنة، وبكده نقدر نستمتع بالسموديز دي كلها مع بنات. طبعاً البنات في السن ده بيتعرضوا لعوامل كتير تأثر على صحة شعرهم، زي الشمس، الكلور اللي في مية البسين، وعوامل تانية كتير. علشان كده مهم قوي ان احنا نشارك معاهم سموديز صحية زي دي فيها نسبة كولاجين كفاية لجسمه. ساشة الجينيبن ده انا مش بسميه كولاجين عادي، الحقيقة هو سوبر كولاجين، احتوائه على نسبة 50% من احتياجنا اليومي من الفيتامين سي، كمان نسبة 50% من احتياجنا اليومي لفيتامين اي، كمان موجود فيه نسبة عالية جدا من الكالسيوم والمغنيسيوم. الجينيبن طعمه أساساً بالبرتقال، احتياجنا اليومي هو ساشة واحد في اليوم. تعالوا نعمل ثلاث وصفات مختلفين نقدر ندخل بيهم الكولاجين الجينيبن في حياتنا اليومية عن طريق السموذي بتاعتنا. أول وصفة للكولاجين معانا هي عبارة عن موزة، برتقالة، ونص كوباية لبن لوز، وهتزودوا عليهم الساشة بتاعت الجينيبن، وبكده بقى أول سموذي صحي ومفيد نقدر نبتدي بيه يومنا أو ناخده أز سناك موجود وجاهز معانا. تاني وصفة من أسهل وألذ الوصفات في نفس الوقت، هي عبارة عن كوباية باريز اللي تحبوه، أي نوع من أنواع التوت أو الفراولة، وعليهم كوباية لبن جوز هند. بس كده هنضيف عليهم ساشة الجينيبن وبقى معانا أحلى سموذي، والله الأطفال بيحبوه أكتر من الكبار. تالت سموذي أو وصفة هنعملها مع بعض هي أكتر وصفة قريبة لقلبي، لأن أنا شخصيا دي أكتر وصفة بحبها. احنا بناخد نص واحدة افوكادو على كوباية لبن لوز او جوز هند، وعليهم معلقة كاكاو خام، وبنزود عليهم ساشة الجينيبن. الجينيبن كمان فيه سكر ما فيهوش سعرات حرارية، وده بيخليه مناسب جدا لأي حد بيعمل دايت. الجينيبن بيتباع في علبة فيها 10 ساشتس، كل ساشت بيكفي لاستخدام يوم واحد، يعني احتياجنا في اليوم هو ساشت واحد. العلبة دي هتكفينا 10 ايام وسعرها 150 جنيه.